أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل إذا سقطت حصاة ثم وجد حصاة تحت قدميه، هل إذا سقطت منه حصاة ثم وجد حصاة تحت قدميه، هل هذه الحصاة تجزئ من التي؟ نعم، إذا أخذها من الأرض ورمى بها فلا بأس، إنما الممنوع أن يأخذها من الحوض، لا يأخذ من الحوض. أما الحصى المتساقط في الوادي والطريق لا بأس. نعم.